في إطار محاربة ظاهرة الهجرة الغير شرعية عبر كامل إقليم الاختصاص واستغلالا لمعلومات مؤكدة تحصلت عليها مصالحنا بفرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك أمن ولاية وهران، في هذا الشأن تم على إثرها وضع خطة محكمة أسفرت عن تفكيك ووضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين عن طريق الإبحار السري، مكونة من 5 أفراد من جنسية جزائرية تتراوح أعمارهم بين 23 إلى 55 سنة. أسفرت العملية عن توقيفهم مع حجز شاحنة مغطاة كبيرة الحجم لنقل البضائع على متنها قارب كبير بدون اسم كاستراتيجية جديدة يمتهنها أفراد الشبكة للتمويه، بالإضافة إلى عربة جر خاصة بالقارب مع حجز دراجة نارية كبيرة الحجم من نوع ياماها تيماكس تستعمل في عملية الاستطلاع والمواكبة خلال تنقل أفراد الشبكة، وكذا حجز هواتف نقالة بشرائح مجهولة تستعمل في الاتصال فيما بينهم.